خلينا ابدا بس المحاضره الاخيره كده، يعني شكرا على مجهودكم، تسلم ايديكم. اي نعم لسه في شويه مشاكل وممكن نحلها سوا، بس على الاقل خطوه مبدئيه الدنيا بيس، يعني نبتدي ناخد بقى المشاكل بقى واحده واحده، وفتفوته فتفوته ونسجل. يلا يلا شوف مين هيبدا. اولاد قول ده كرام. أو ما ايوه ثلاث أسئلة ماشي. قول. هو دلوقتي يا دكتور أنا كنت يعني خلينا أبدأ الحمد بالسيمبل لله، خالص، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. اللي هو الأي كيو آر. حضرتك أنت كنت بتجيب منين في الماتريال؟ أنا اي عمال كيو أدور ار، عليه. ايه الاي كيو ار ده؟ اللي هو مش أنت حضرتك كان عندك فايل وقلت لنا لما نيجي نحط الماتريال فالأي كيو آر إحنا بنعمله على حسب ده. أنا عايز أعرف هو فين بقى في الفايل. الاي او ار، هو الاي او ار فعلا. الاي او ار ده هي اسمها اندكس اوف ريفراكشن، اللي هي معامل انكسار الماده. بص اهو، وانا حتى بعته لكم يوميها، وقلت لك كمان مش عارف عملت لكم PDF اصلا في الكلام ده. والله لا استنى هو ده؟ اجيبه لك، لو هو الجدول اللي هو ده. هو باريس. هو ده. وبعد كده خد بالك انت لو ما لقيتش الاي او ار برضه، عشان الناس تبقى فاهمه ان يعني لو حد من زمان جه متاخر، انت عملت ازاز، عملت ميه، عملت كذا، Recording in progress. كل واحده من الحاجات دي كلها انت بيبقى تمام. من حقك ان انت عشان تدي لها درجه الوقايه في الصوره، فانت محتاج ان انت تجيب اللي هو الاي او ار او الاندكس اوف ريفراكشن بتاع الماده نفسها. دي بتبقى موجوده عندك انت، تمام. ده ما تحفظوش، سؤال لكن بقى انت يا دكتور. بتعرف، بتعرف اسم الحاجه اللي بتعملها وتحط الرقم بتاعها. طب الرقم ده انا بحطه فين؟ بحطه في الماتيريال، تمام. عشان بس الناس تكون مجمعه الماتيريال اللي هي فين جوه تمام. ريفراكشن. خد بالك ما لقيتوش عندك، انا هاجي هنا كده واقول له لو سمحت انا عايز الاي او ار، اي او ار اللي هو اندكس اوف ريفراكشن اوف مثلا جلاس مثلا. خد تمام. بالك فهو بيجيبه لك من غير ما تتعب دماغك وتدور. طب في حاجه تانيه؟ طبعا انت في عندك ويب سايتس اصلا بالكامل فيها اللي هو الاندكس اوف ريفراكشن بتاع الايه، بتاع المواد بتاعك كتير بقى فوق ما تتخيل. خد بالك ليست مثلا، اي ار ليست مثلا، انا عايز الليست كلها بالكامل. حاضر اهي، مش انت بتاكل دي قبل كده يا اولاد ولا ما بتاكلوش؟ احنا كنا عدينا عليها. حضرتك اتكلمت عليها يا دكتور. ازي هي دي. حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا ايه فنانة؟ بس عاملة ايه؟ سوري انا دخلت، الحمد لله. كان طب عندي برضه كام مشكله كده بس أوي لما اخلص أوي دول. تمام فتفوت. مش ماشي يا مشكلة، دكتور. أنا عايز احنا في فتافيت. بحر في التاسك كده. أنا عايز فتافيت المشاكل، بس أنا اديتكم دي الأول. دلوقتي يا دكتور. استنى بس يا فنان، ايه؟ اديتكم دي، دي خطوة قبل كده؟ لا 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 ما خدناش دي هي بقى. هي يعني، دي مش تبقى فيها مشكلة، بس دي حاجة إيه، إفادة ليك أنت زيادة. بص أنا هحفظها PDF وأبعتها لك، وبعد كده دي فيها هايبر لينك، يعني أنت تدوس على الحرف أوتوماتيك يوديك على الإيه اللي يخصها. ماشي؟ تمام. طب دي كام تاسك طيب زيادة؟ لا خلاص أعتقد بقى كفاية. إيه؟ يا ريت يكون في تسكات تانية والله. طب شفت بقى، شوف حبيبي باهر والله، هي محفوظة الحمد هنا لله. أهي. خليني ابعتها لك على الواتساب، يعني هي اصلا مش محتاجه انها تتسجل. خلي بالك انت بتدوس مثلا عايز جلاس، فانت تيجي تدوس على حرف الجي يوديك للي يخصها، حتى البي دي اف برضك في نفس القصه. خد بالك اهو، ايه كنسل ده اهو، ده الجدول، وده اللي هو الشيت اللي فيه مجموعه كل حاجه. يلا عدوا عدوا كده اساينمنت. ها يلا يلا خش على بعدين. ماشي يا ماشي دكتور. الأرضية بقى يا دكتور، أنا عندي سؤال. عندي سؤال بقى بيلي ساعات يعني براحتك بيلي كتير براحتك. عمال أحاول أعملها. لا لا براحتك. اللي أنا كنت عايز مثلا ايوه أنا انا اديت كمان. يعني دكتور بص بقى وانا دكتور كمان برضه. يعني أنا اديت الماتيريال ماشي. أنا عارف بقى الحليات اللي حضرتك كنت مديها لنا قبل كده. أنا عايز نخلي الحلية دي بيضة، بس كل ما بديها بومب وكده بس هو لأني حليه يعني. ولا بص عرانيز دي؟ حضرتك الأرضية قصدك العراميس دي. العرنوزه؟ بالظبط. ماشي مالها؟ هو المفروض اللي هو لونه أبيض يعني. لا هي هنا اسود بس هي مش ابيض، اللي موجود ده ريفليكشن، بس انت لو عايز انها تبقى ابيض ده سهل برضه. انا يعني ايه سهل؟ قول لي حضرتك ازاي اعملها دي هقول بقى. لك انا مش عارف. انت عندك ده اوبجكت اهو، حلو؟ هتلاقي في حلو. عندك في الماتيريال نفسها، خد بالك خد اي سلوت، وهتلاقي عندك جوه ديفيوز ده. خلي بالك سؤال باهر، ان هو لو عايز يعمل العرانيس دي ليها لون. حد معايا يا اولاد؟ ماشي. يا اولاد تمام مع حضرتك. طيب مع هعمل حضرتك. ايه؟ هتلاقي هنا جوه جنرال اهي، هتلاقي في عندك حاجه في الاخر اسمها ايه؟ استنى فين جنرال؟ طيب في حاجه اسمها ايه؟ تايلز. حلو. تايلز دي بقى تعمل ايه؟
مقسمها العراميس فعلا، مقسمها ببعض وحاطة حاجه بينهم هنا عراميس كده هقول له هنا ادي اساين وادي شو. حلو، مالها دي؟ هتيجي تعملها مثلا انا عايزها ثلاثه، اي بقى تقسيم على مزاجك. وخلي بالك كمان يا باهر، هي مش عامله رباعي، هو مديك من هنا كام ستايل كمان، شايف يا باهر؟ هو اه فهمت حضرتك، بس هو ايه يا دكتور، استنى بس، انا استنى بتكلم. استنى، ماشي مش استنى، مش انت بتتكلم على ده يبقى وانت بتعمل ريندر يطلع لون اسود؟ بس انا لو اوريدي عندي ماتيريال وانا حطيتها وعايز اخلي بقى الماتيريال اللي على الميز دي بيضه، ينفع يعني اديها مثلا بامب مثلا حاجه زي كده؟ اه ما تديها، حطها في الاوبست، يعني انا حطها في مثلا الاوبست خليت لو انت عايز. الابيض لو فيك. بص، مش انت اه عندك دي اهي شايفها، اللي هي ماشي. الستاندرد اه بتاعته اه خلاص. بص، ودي كذا شكل اهو، شايف ده؟ ممكن تعمل كاستم، ممكن تعمل مثلا هنا اي شكل من ضمن الاشكال. خلاص، انت رجعت للشكل الاصلي اللي هو الرباعي ده، اللي انت عملت له تايلنج بقى كذا في كذا، او اي شكل من الاشكال دي كلها. انا عايز اغير فيهم، متاح ليك هنا تغير لون التكتشر، ومتاح ليك تحط لها صور. مش بقى احط لون لها ماتيريال. اهي، اه تمام. وتعالى هنا كده بيت ماب اهي، ماشي. خدت بالك؟ واجي من هنا كده نحط لها صور. هو هو في حد بيسجل طيب؟ تقريبا حد بيفتح المايك بالغلط، ف البتاع لسه واحد جاي جديد يعني. طيب، هي الفكره كلها بس عشان ما يبقى معايا بس مركز، وانا سجله اللي هو عايزه. تمام. خلاص، هروح انا جاي هنا للتيكتشر بتاعتنا اهي، هروح جاي واخد اي صور مثلا، هيروح هو عامل ايه؟ عامل كده هنا، ادي اساين وشو، هيبتدي يحط لي الشكل ده هنا اللي هو حاطه لك فين اصلا؟ مطرح مين؟ مطرح التيكتشر. بيكتشر. حلو، اه اللي في النص بقى ده اللي هو لونه ايه؟ لونه كذا. لا والله انا عايزه ابيض براحتي، فاهمني؟ اه، شايف الكرة؟ اوكي اه، وصل. لا، عايز احمر طب براحتك. ما حياتي بقت احسن بكتير، استني بس، ده انا هخليه احسن حياتي واحسن بقت كمان. احسن بكتير. آه، متختخ شويه. طب انت عايز ايه؟ هتقول لك انت عايزه 0.5؟ لا، انا عايزه والله 0.1 عشان انا البركيهات كنت والفوارغ 0.01 كمان، شايفها؟ يبقى انت بتروح تعمل ايه؟ أستنى وشو كده. حد مصدق ان الفيدباك اهم من الشرح؟ لا طبعا. اه، لا هتسمعني؟ فعلا. اه، اه ايوه، سامعين حضرتك. دي حاجه، وحاجه مهمه كمان. يبقى انت كل اللي انت جيت عملته ايه؟ انا جيت اخترت عندي من جوه، بدل جوه ديفيوز، خدت بالك؟ بدل ما خدت بيت ماب، انا رحت خدت ايه؟ تايلز. تايلز. وصلت يا آه اولاد؟ دي جديدة. تمام، وعلى فكره انا هديك تمام بونص عليها 5 درجات على السؤال ده. ربنا يخليك. والله انا بقى حقك. يلا كده، انت تمام؟ انا كده فاضل لي سؤال واحد بس قول. دلوقتي يا دكتور. انا لما في حتت في الصوره، انا في حضرتك تفتح الصوره بس تمام. الصورة الأصلية. اه الاصليه، انا لما جيت يا دكتور عايز اعمل مثلا يعني اللي هي المربع، شايف حضرتك اللي هي الاسود ده اللي هو اللي جوه، مش اللي جوه بقى، مش جوه الازاز، اللي بره، اللي هو على اليمين ده، اللي هو في الخطوط دي. ده اه هو ده. اه ما لما جيت حاولت اعمله ما عرفتش، حاولت اعمل بوكس ولاتس مثلا عليه برضو ما عرفتش. لا 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 يعني لا لا، ليه ليه؟ ايديت بولي، لا، حاولت اجرب اصل ايديت خلي بولي بالك، عليه. اصل هو ده حاجه ودولت حاجه، ده في نقشه شويه، ده ايديت اه بولي، ده خدت ايديت بالك؟ بولي صح، اعمله اه، اكسترا. دولت مجموعه بوكسز او تشامبر بوكس مكرره بس، مش اكتر. اوكي. عارف، اصل خلي بالك، ده ممكن يكون زي جزء من بوابه بتتقفل، فاهمني؟ انا حاولت اقلد فيرتكس على قد ما اقدر يعني. ف اه، طبعا طبعا. مش طب هو وتاني؟ طبيعي يا دكتور وانا بعمل ايديت بولي ده الاقي فيه حتت جوه سودا يعني؟ لا، السودة دي يبقى داخله في بعض. انا مش فاهمك تقصد ايه، هقول. اوعى اه تلاقي فيه سواد وتسيبه وتعديه كده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا هاجي هنا كده يا ولاد، اروح جاي واخد مثلا ادي بوكس واروح اطلعه عشان اعمل اي من اللي انت بتقول عليه. ماشي، هاجي هنا كده من موديفاي، وحاجه اقول له طبعا، هاجي اقول له هنا ادي اديت بولي اهي، وروح اعمل لي هنا كده، هاجي اروح جاي واخد هنا ايدج، واروح جاي واخد الايدج اليمين والشمال اهو، كنترول اهي، واجي اقول له هنا كده كونكت، واجي ازود السيجمنتس اهي، حد شايف؟ تمام. واقول له عايز 2 3 على حسب التقسيمه اللي انت عايزها، واقدر اعملها ازاحه فوق او تحت على حسب المكان اللي انت حابه. واجي هنا وكده، اروح جاي ماسك هنا ادي بوليجون واشتغل فيه، دوس اف 4 عشان تشوف، امسك دي كده، وهاجي اقول له هنا اه لو سمحت انا محتاج اعمل انسيرت، يعني اعملها زي اوفست كده، واشتغل فيها بقى وانا واحده واحده اهي. مالها دي؟ انا بتكلم على السودا اللي انت شفتها من شويه.
حاجه هنا تمام انسيت عاملاها هنا مثلا بيفل اهي، واجي هنا كده اقول له مثلا بيفل تاني ماشي اهي، واقعد اشكل فيها. بس انت خلي بالك من الادج اللي انت ماسكها، بمسك دي اهي عشان ما يرجعش يبوظ. طيب اجي هنا كده ادي انسيت تالت مثلا، اجي اروح جاي اعملها هنا تمام اكسترود، وتقعد تشكل فيها ما بدالك. عايزها غطسانه، اوعى تبقى سودة، غطسانه زي ما انت عايز بس ما تخليهاش سودة. يعني الاسود ده معناها انها دخلت حاجتين في بعض، تمام خلاص. يعني ادي بيبل اهي وراح اعمل كده، شايفها ايوه فيها فيها سواد. اهي لا ده شيد، ما في فرق ما بين الشيد والسواد، شايفه زي الفل. انت بقى بيروح تبقى فيها سواد لو انت في... اه بيرو انت يبقى فيها سواد لو انت في عندك حاجتين داخل على بعض. وصلت؟ تمام طيب يلا ايه تاني يا ولاد؟ خلاص شكرا يا دكتور. العفو عليك، بشوفك بالنسبة عليك انت. بالنسبة للبتاع الأوربت عندي يعني بجد صعبة قوي عشان انا أقدر برضو أنقذ لقطة. مين اللي دخل، مين اللي شكل الاورب بتاعه باظ؟ بسمة صح؟ او انا اراء او ارام ارام انا ارام. لا انا بص انت جيتي مثلا عملت ارام ده كده، بص يا اولاد كده انا عملت ده كده اهو مثلا زي اللي احنا خدناها في الاول، وجيت هنا مثلا لعبت بقى، جيت عملت دي وكانت كاميرا او لا، يعني المهم ايه انا بوظت الدنيا، جيت عملت كده ورحت عملت زوم اوت كده، حد شايف؟ يعني انا بحاول ابوظها بس هي مش عايزه تبوظ. وريت عملت ايوه كده بصي اهي، رحت عامل كده زي. بص الشكل عامل ازاي اهي، هتشايفها باظت. هروح اعمل ايه؟ اروح جاي هنا كده مخلي دي كده هنا، دي اسمها توب، وارجع هنا تاني اقول له برسبكتيف لو سمحت. يا دكتور بقى مش دي مشكلة، مش كان الفايل معايا يعني ضرب أصلا طب مين خلاص. اللي كان عنده الشكل ده او المشكلة دي؟ طيب أنا عرفتي دي، عرفتي دي وأنا حلها؟ هي دي تمام. أوكي أنا فضلت ألعب بس بعد ما عدت الشكل تاني، فأنا مكنتش عارفة هو ليه ضرب ما انا أصلا، بعت لك يعني فويس، انا بعت لك مكنتش على عملت واتساب حاجات فويس. لدرجة إنه يضرب. ما لا ده لما كررته تاني وكده الشكل باظ. في الأول أنا كنت عملت المشروع امبارح، ابتديت فيه وخلاص اشتغلت يعني شوية كتار، ضرب بقى ضرب كله ومعرفش ليه، يعني معرفش السبب ليه. بص انا مش فاهم يعني والمرة ايه دي ضرب، عمل ممكن لحد يكون ضرب قررت لاسباب أحرك عليه ده، مختلفه كتير. فتمام صلحتها يعني. لا يعني ممكن يكون ضرب لاسباب كتير، ممكن النور قطع فالماكس قفل، ممكن يكون هنك فقفل، ممكن اروح اجيب ملف جديد خالص واعمل فايل انكورت ميرج، يعني خلي في مرونه هو عندك. لو هنج وقفل خلاص. خلاص ماشي، هتلاقي في عندك ريكفري، مش احنا اتفقنا ان انت عندك اللي هي دوكيمنتس اوتو باك والحاجات دي، ادي دوكيمنتس اهي، واخش على الاوتو باك 3 دي ماكس اهي. في حد ولا سأل على فاطمه؟ طيب احنا عايزين نطمن عليه، هو حد هي سامعني؟ من ساعة آخر مرة ما بتردش يا دكتور، مش عارفة. طيب انا كنت عايز اطمن عليها بس، يرضى على نادر مش حضرتك. اكتر، مش عشان كورس يولع الكورس، انا بتكلم عليها هي شخصيا، لان كانت من الناس الشاطره المجتهده يعني. بص ادي هنا ده الاوتو باك اهو، أكيد. بشوف انهي واحد انهي تاريخ واجي واجي اروح جاي واخده، ده هيوفر عليك كتير او هيوفر عليك خلاص يعني، خلي معاكي ايه نوع من انواع ده اللي لسه عامله انا وباهي. وصلت؟ تمام ايه تمام تاني؟ دكتور هو الفيديوز اللي على اليوتيوب بتفضل موجودة صح؟ طبعا ما بشيلهاش، انا ولا سايبها اصلا. انزلها ولا لا ايه؟ لا زي ما تحب نزل اللي انت عايزه، انا كده كده ما بشيلش يعني. لو في عمر لو هم بيشيلوها بقى بعد ما الواحد بيتوكل بقى مع الله اعلم، بس يعني نزلها زي ما انت عايز، انا سايبها العيال تراجع بس مش اكتر يعني، هي مجرد المراجعه للعيال، حتى في حاجات تمام. موجوده من سنين يعني، من ساعه ما بدا اللي هي موضوع كورونا اصل يعني. انا بعطل برجع لها دايما. حتى طبعا حتى كمان ما بعملش كمان ليها مونتاج ولا حاجه، زي ما تمام بتتسجل زي ما بنزلها. امن على نفسك، انت تخلي صباعك تحت تدرس حد ليه بتنزل. يلا ايه صح تاني ماشي يا دكتور. وانا موجود ان شاء الله مش يا دكتور يا بزحلقك. دكتور انا برضو موضوع الاوربت ده مش راضي، اعملي شير. طيب يعني هو موضوع الاوربت ده برضو مش راضي طب اعملي معايا. شير، بس اعملي شير طيب دي واحد ده شوف، كمان. طب لحد ما بس ما تعمل شير. لا ايه ده، اتفضل قولي. الاضاءة اللي فوق ازاي حضرتك يا اوكي دكتور؟ خلاص ازيك يا فنان، عامله ايه؟ مالها؟ انا شايفك يا رائع، شايف. يا دكتور لما اجي بعمل اوربت الموضوع دوت، مش مثلا عايزه انزل مثلا الكاميرا لتحت زي ما موجوده في الكادر بتاع قبل كده، هو مش راضي يعمل الحركه دي، هو طب هو بينزل بس كله انا، بس لتحت. انا في حاجه بس صغيره، هو الجريدز اصلا فين؟ يعني انا شلت سيلكشن اهو خالص، هو في حد معايا يا اولاد؟ هو انا ليه الصوره عندي يا واقفه؟ دكتور حضرتك وانا هو انا كمان الصوره واقفه برضه؟ لا لا خلاص لا تمام.
يعني دكتور، هو انا ممكن اكلم حضرتك اتصال يعني بعد الميتنج وكده؟ ساندي يا نهار ابيض، انت طبعا تكلمي في اي وقت، صوت ساندي غلط يا معايا نهار بس ابيض، انت طبعا. تكلمي طبعا طبعا في اي وقت طبعا. هو ممكن اسال سؤال؟ هو في ديدلاين للاساينمنتات دي او حاجه؟ انت فينك وطلعتي حاجه؟ انا شفت الاساينس بتاعتك واستلمتها لحد ما انت وريتيني، خدت بالك؟ بس لسه عايزه تدوسي كمان، لسه عايزه تكملي كمان. ما لو انا عايزه، لسه مخلصه تتعلميه. الخميس اللي فات. سامعك؟ هو بس ما انا شغاله، بس هو فعلا الموضوع بياخد وقت، يعني ما كنتش عارف ان هو بياخد الوقت ده. فانا خلصت حوالي 5 طيب كده في انا عايز يومين، اقول لك حاجه، هو بس لسه الطبيعي، في بقى بص حوالي الطبيعي ان 12. هو ما ياخدش وقت، حلو؟ يعني لو اي حد منكم خد كورس قبل كده، هو مجرد تاسك وبتسلم وشكرا. انا برخم شويه او انا بتقل في الاساينت شويه، عايز اطمن على الناس بعد الكورس انها تطلع تشتغل وتاكل عيش، انت فاهماني؟ او تعمل مشروع. بس هي الكورس رخم معانا بس، او ايوه. تقيل معانا بس فقط، مش اكتر. لا 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 يعني لو لا اي لا حد لا، خد منكم ده قبل لذيذ. كده كورس هيلاقي الدنيا ان هو مجرد تاسك بيتسلم وخلاص، لكن انا بتقل شويه. فانت مش مشكله، شوفي ماشي انت يا دكتور. خلصي اول باول ستيب باي ستيب، ومفيش دعوه، انا سددت ظهري. اسئله هتلاقيني وانا معاكي، برضو فويس عايزة هتلاقيني اكلم معاكي، حضرتك، كل حاجه، وهو كلكم طبعا. هبقى محتاجة اكلم حضرتك بس يعني ايوه اتصال بعد ايوه الميتنج. طبعا طبعا في اي تمام، وقت طبعا. ماشي ماشي يا دكتور. ماشي سمي. طيب ايه الدنيا؟ بس ما هو هو مش عايز هو يا يتحرك. دكتور انا بص انا مش عارف مش اتحرك عايز يعني. ايه. ايوه اشتغل. انت عايزه تعملي مثلا، انا هعمل هنا زوم اكستند اولى، هو بطيء هو فين شويه، الجريد؟ ما انا عشان كده هو بقول لك. انا في مشكلة عندي ان الأورثوجرافيك بيشتغل لوحده لا ما بيشتغلش. لوحده حرفيا، مش عارفة في في كده ايه، مثلا دوس على حاجة. فرونت اهو، وادوس هنا زوم اكستند اهي، واجي هنا كده اخليه هنا لف، وادوس على زوم اكستند اهي بس. وبعد كده اللي ملوش لازمه بالنسبه لك اخفيه مؤقتا. يعني انت انهي كتله انت مش شغاله فيها دي؟ امشي فيها كده، وهاجي هنا كده كليك يمين واقول له هنا هاي. تمام. دكتور هو في سنة تأخر كده حبة كده، يعني حسيت إن داخل على الصورة. لا هو الفايل نفسه تقيل، يعني مش عارف اشتغل. هو الفايل، المشكلة في الفايل ده. بص انا باجي ادوس هو مش راضي. طيب بص انت كده، انا حاولت. انت في حد هو اولاد الفايل سامعني؟ بتكمل. في حد اولاد سامعني؟ تمام طيب تمام انا سامع حضرتك. طيب اي دلوقتي الوقت ده انا كده حاولتهم فرونت، فانت عشان تيجي تتحرك انا طبعا مش عارف ادوس، يعني بدوس هو مش راضي يقبل الكلام. دوسي على الاوربت انت كده، اشتغلي معايا. بيداس عندك ولا مش طيب راضي؟ انا يعني هبقى مع حضرتك هغسل الحاجات. هو يعني الدنيا شغاله كويسه اهي، يعني مثلا لو خدت دي لا مش وخدت هنا، مثلا الثانيه وعملت مش هنا. لهم هايد، ما عنديش مشكله. اعملي هايد، اعملي هايد ليدي وهايد ليدي. لازم هنا؟ لا في اي حته. طيب عشان يبقى خفيف مثلا. تمام. وجيت عملت دي دلوقتي، انا ما عايز امسك الاوربت علشان خاطر ان انا احركه، ده اللي بيحصل. انا مش عايز يلف زي ما كنا لا بنعمل ما قبل هو كده ده، عشان اعرف اخد الكادر كويس ليا، ما هو الاوربت هي اهو، دي مشكلتي. ده الاوربت اهو. الاكسس نفسها مش باينه بتاعت الاوربت. لا هو هو تقريبا ان هو يشتغل نفسه ذات نفسه، اللي هو مثلا طب الكاميرا تتلف اعملي كده كده مثلا فاير ريسيت، لزوايا معينة، ان انا اعملي ابقى كده فاير كأني ريسيت. بصة لتحت. طب اعملي كده فاير ريسيت. طيب سوري، هو ده هيمسح كل حاجة؟ لا فاير ريسيت وسيف. دلوقتي فين؟ أدوس ياس دلوقتي عليها. هلا مش الاوربت ظهر؟ رعب يا دكتور خايفة بصراحة، أنا حاسة إن كل حاجة تتمسح. لا فاير، مش اعملي خلاص فاير سيف. افتحي افتحي ماكس تاني خلاص. بس هو الاوربت ظهر، الاوربت بيظهر معاك اهو. هو برضو هو ظاهر، أنا ما عنديش مشكلة في إنه ظاهر، بس
يعني مش لما كنا بندوس في الحتة دي كانت بتتعوج شوية مثلا لجوه أو لقدام، كأني هبص على حاجة من تحت، هو مش عايز يعمل الحركة طب دي ابعتي خالص الفايل، معايا طيب ابعتي بصراحة. الفايل، ابعتي الفايل يعني، ابعتي الفايل على الواتساب. خلاص حاضر، خلاص اوكي. طب دكتور مين تاني، مين تاني عنده سؤال على هيبقى المحتويات؟ حضرتك قول لنا بس انا يلا اللايتنينج بقى يا دكتور. ماله ايوه اللايتنينج؟ انا لايت برضو. ماله؟ طب اقول ولا باهر هيقول؟ براحتك، لا قول قول انت انت بقى. بقى. اوكي طب يا دكتور، انا كان عندي مشكلة في اللايت اللي في السقف، اللي هو عبارة عن مربعات الشبك اللي من جوه اللي هو فوق خالص. اوكي دلوقتي انا بعد ما عملت الشرايط اللي هي اللي بالطول مكملة مع السقف، ده اللي تمام هو فين ده؟ دولت؟ حضرتك معايا ماشي. دكتور؟ ايوه انا معاكي، سامعك. هي الصورة بس حاملها، مش شايف. اوكي تمام. آه انا الاتنين لايت اللي هما اللي بالطول دول، او التلاتة سوري، اللي مكملين بالسقف دول تمام، مفيش مش فيهم مشكلة. عندي مشكلة في اللي في السقف بقى، اللي هي المربعات اللي منورة بينهم. انا عايزة طريقة سهلة اعرف اعملهم بيها، ما اقعدش اعمل ولا اي بوكسز حاجه. بوكس ان وانور، شاء الموضوع الله هتعمل يعني صعب بوكسز. قوي، ليه ليه بوكسز ليه؟ مش احنا خدنا ان انت ممكن تعمل، الموضوع مرهق جدا. لا لا جا بلين اهو. انت عايزها بالعرض ولا بالطول؟ براحتك. أه لا بالعرض. لا مثلا ادي هنا موديفاي، واجي هنا كده اقول له هنا ال انتر، اجيب لاتس واشيل الجوينز وازود تمام سايز واحده، واجي اقول له العدد بتاعك على حسب ما انت عايز عدد اللمبات اللي موجوده، عايزها قد كذا، عايزها قد كذا، ودي لها في ري لايت ماتيريال بس. تمام طيب. طب واللي هي الشرايط اللي هي الأزرق دي، اللي هي أصلا أسود في الصورة، اللي هي الفواصل اللي بينها صح؟ مش ايه الشريط الازرق اللي هي المربعات نفسها الكبيره، حضرتك معايا؟ المربعات الأزرق الكبيره اللي عندنا هنا ده هو الأسود اللي في الصورة. مش عارف ايه الازرق اللي عندكم. الأزرق ده اللي هو اللون نفسه اللي احنا عاملينه، اللي حضرتك عملته دلوقتي انا مش فاهم. ده بيحل محل الأسود اللي هي العواميس الموجودة اللي في السقف اللي بين المربعات صح؟ هو انا مش فاهم بصراحه. طب أنا ممكن أعمل يا لحضرتك، دكتور بص حضرتك، في جوه على السيلينج فوق كده لا لا انا لو شايف، انا في شايف حتت المربعات منوره. الكبيره. ايوه انا شايف المربعات الكبيره، انا شايف، انا شايف ايوه المربعات في حتت الكبيره. بقى سودا ما ايوه بينهم ماشي. ما دي بالظبط. لا طب ما في بقى بينهم فواصل، هما مش طب ما مفتوحين على بعض. طب وايه طب ما تمسكي دي، ده نفس أقصد إن القصه دي. هي مكان الأزرق اللي احنا عملناه. لا انت اللي انت عاملاه ده اللي هي اللي انت هتديها لايت، هتيجي تاخدي منها نسخه تانيه، حاجه خدها هنا كوبي اهي، واجي اقول له ان انت اللاتس بتاعك اهو، هتبقى دي جايه دي كده تمام اهي، واجي اقول له ادي البلين بتاعك اهو، وخلي لي انا عايزها 4 في 4 بس. تخنتك لو سمحت، انا محتاج ان هي تكون 3 مثلا عشان تبان، او تمام 4 يبقى في فرق ما بين دي ودي، والسايد بتاعتك شكلها كذا، واللي جوه ده اوه وده اوه لايت ده وده تاني. اللايت. ايه ايه ده الايه؟ ها؟ وصلت؟ تمام تمام الموضوع اسهل بكتير، اصل انا كنت عاملهم بوكسز واقعد لا افرغ لا واعمل واللي وانا جوه ما ده ينفعش اخد منها دي ديجرام يا مش دكتور. عارف ايه. نعم. هو ما ينفعش اخد الحته دي اعملها مثلا كوبي وارفعها واخليها بلين بدون لاتس، وبعدين ادي البلين ده نور فتديني عيش الحته السوداء اللي في النص دي؟ عيش. لا ما تدكش الصدر في النص. صح ولا ايه؟ لا ما تديش. مش هتديني ها؟ خلاص تمام. انت كده تمام؟ السؤال التاني، انا تمام، انا كده تمام، دي سهلت احسن من الطريقه اللي بتعملها كتير اكيد. اوكي. السؤال التاني، الازاز اللي من بره اللي هو شايف في اللايت واللي بره، تمام، اللي هو الازاز الرئيسي بتاع المبنى. وحضرتك سامعني عشان الصوت قاطع عندي قوي. هو في حد يا جماعه سامعني انا؟ حد شايف اللي بيحصل ده؟ هو انا سامعك، يعني في تقطيع هو انا ولا حاجه لسه مع عندك؟ حضرتك دلوقتي. انا شايفه في حضرتك. حاجه تقطيع طيب، وفي حاجه قول انا تقطيع. سامعك. طب انا سامعك. اوكي الازاز بقى اللي حضرتك واقف عليه ده، ايوه ماشي. بقى ماله انا ده؟ عايزه اعرف الابيض اللي هو ظاهر لدرجه شفافيه الشمس دي مش بتظبط بقى اللي خالص هي دي؟ بالطريقه دي، يعني اللي بيطلع هي دي؟ ازاز شفاف عادي.
مش لا زي ما ما عملناه هو المرة اللي فاتت اللي شايفه هو في عادي. على السفرة وكده، ما هو شايفه في عادي في اللي انت reflection. شايفاه ده على حسب كادر الكاميرا، على حسب زاوية الكاميرا اللي انت بتعمليها. ما هو هو هيعكس هو مش اللون متعلق ولا بالإزاز يعني. لا لا، وده لازم يكون هو ليه السقف اصلا، ده يا دكتور، ولازم يكون فيه انفايرمنت كمان عشان يقدر ان هو يعكسها. هو تمام. السقف ده يا دكتور مش شمس صح؟ هو ده عبارة عن بلين مديله إضاءة لايت صح؟ اشوف بس السقف يعني واحد سقف ولا الصورة فين ده؟ ده ماشي. لا ده انت عندك ده انفايرمنت، ده انت عندك اتش ار اي، ده هو الصورة مش حضرتك مش مش ظابطة مع الصوت. الصورة مش صابقة مع الصوت. لا في حد يا اولاد معايا؟ يا اولاد في حد سامعني؟ طيب يا اولاد حد يا اولاد سامعني؟ من تمام حضرتك؟ كده؟ تمام، سامع حضرتك. طب تمام، تمام. تعالوا بقى نرجع تاني كما كنا. ادي الصوره، كان في كانت لسه ارام اعتقد تسالني على موضوع الريفليكشن ده. انا فتحت الفايل اللي هو بتاع بس ما انت تمام معايا صح؟ تمام مع حضرتك. ايوه طيب بص، ده الفايل بتاعك اهو. انا شخصيا لما اجي لما انا جيت لقيت مفيش جريدز، لما تيجي تلاقي في حاجه معموله بعيد انت مفيش مانع امسكها بس مؤقتا، حتى لو بشتغل عليها وبطفيها اروح اعملها هايد، مش محتاجها مؤقتا. خد بالك هايد سيلكشن. تمام فده ده الشوت بتاعي. انت ما تحسك زي اللي كده. ناخد امتحان تاني؟ لا يا دكتور، بس والله والله يا يعني بسمه اشتغلت في الموديل خلاص ده تقيل قوي، وقعدت اركز في خلاص تفاصيله، ولما جه سيبكم يبوظ بيبوظ في الاوربت فاتضايقت خلاص، يعني، ولا مش يكون على عارفه. بالك، ولا يكون على بالك. تعال ناخد امتحان تاني خلاص، يلا لازم ونديله 20 دقيقة هو ده واستلم. عايزين نظبطه خالص. يلا رجال يلا 20 دقيقة واستلم، انا بتكلم جد. يلا هو كفاية المشروع بتاع الأسبوع اللي هناخده دوا، ما ده عايز 20 يوم، 20 ده يوم عايز سنة فعلا. يعني كلمته دلوقتي اهو. على فكرة والله ما والله ولا أي هو حاجة. تفسيره كتير، هو تفسيره كتير بس هو مش حوار. بص بقى، فأنت عندك أدي شوط حلو. أروح أنا جاي أعمل إيه؟ أروح جاي ماسك دي كده، أنا شغال هنا زوم إن وأوت وأرجع كده وأغير الكادر وأجي أعمل كده، وأبتدي إن أنا أروح جاي هنا كده عندي كده بسمة وأجي أقول له أدي الكاميرا، وأجي هنا دي ري كاميرا أهي، وكريتها الاول اهي، ثم اجي في مكان ثم كنترول سي، ما اشتغلش كده، اعمل كاميرا وبعد كده اغير اللي انا عايزه وبعد كده يا بس، واجي هنا الزوم ان اهي خلاص شايفها، اوكي واروح جاي مظبط الكادر تمام. شويه. تمام، واروح جاي اعمل دي كده شايفها خلاص. ايوه حصل ايه علشان حضرتك تخليها تبقى كده انها تميل الاوربت لتحت الاوربت شوية؟ اهي اهي الاوربت اهي. ايه ده؟ يعني الضغطة دي استنى اتعملت استنى ازاي؟ استنى استنى استنى، يا نهار اسود ايه اللي تحت ده؟ كده يا بسمه حوارات كده يا لهوي، هو ورا كل موديلنج كده لازم تبقى فيه مصيبة كده مستخبية. طب مش احنا هيأثر على حاجة، هو هي الصوره احنا بنبص على ايه الصوره احنا يعني. لينا في المظاهر بس. طب تعالي بقى كده واحده واحده. الله 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 الله. يا دكتور ايه ده يا دكتور؟ اللسان صار ربو برضه يا دكتور. يا نهار ابيض، ايه يا دكتور بس في ايه؟ وده ماسك في مين ده؟ طيب في بص، البوكس اللي من تحت. طيب هنجيب هنا ادي الكاميرا اهي خلاص، فادي ادي الكادر حلو. هاجي هنا اهو كده اقول له مثلا لو سمحت انا محتاج هنا اتش دي ار اي عشان بس ارد على سؤال في ارام وبتاع باهي ارام الله. فاجي هنا كده ادي هنا دي ري، واجي هنا كده واقول له هنا دون دون لايت اهي، وادوس وان في اي حته. اول حاجه تروح انت جاي له 30 30 30 رقم، واجي هنا اقول له هنا دي ري بيت ماب. هي بيت الناس ساكته نايمه ولا معايا؟ لا لا، مع حضرتك. لا مع حضرتك لا يا مع دكتور. حضرتك ازيك يا دكتور؟ بس طيب مع حضرتك يا دكتور. طيب تعالي بقى ناخد اللي هو كانت في الداونلودز اعتقد، جبنا اتش دي ار ايز اعتقد احنا شويه صح؟ أيه. ناخد نشوف واحدة دي ايه دي لايت ماشي ماشي، نايت وواحدة، نشوف الجبل ده حلو. فهاجي هنا كان في كده واحدة ولا لايت اكتر.
هنا تمام شفتيها بقى خلاص خلاص انتهت. مش كده. فين هي؟ ادي واحده دي، هي احنا ده اتش دي ار اي. اتش دي ار اي اللي هي كان حضرتك مدلنا نايت، وواحدة لا دي اللي الصبح هي النقطة اللي هي دي دي. تعبانة جدا، ما حدش يستخدمها لدرجة لا مش لمجرد محتاجين الاتش دي ار اي في الصورة دي يا دكتور. نعم. امال هي هتعكس الناحية التانية يا فنان. ما انا هقول لحضرتك، يعني انت لما كنت بقول لك على حضرتك بص على السقف، هو كان لونه كله ابيض، فانا كان فكرتي ان انا كنت عملت بلين مثلا، ومدي البلين ده اديت مش وخليه كله لايت يعني، طب فبيديني يبقى زي الشمس كده. بص هنرجع من دي كده اهي، واقول هنا كده من فيوز فور باك جراوند، وادي هنا انفايرمنت هتظهر عندي هنا اهو. شايفها؟ هي تقريبا نفس الشكل، حد شايفها؟ فانت هنا بقى لما تيجي في الجزئيه دي خلاص، واجي هنا كده اشوف دي الواجهه اهي، ومثلا احط لها هنا لوح ازاز، ادي بوكس، واجي في الواجهه تمام دي انا جاي حاطط لها مثلا لوح ازاز من فوق تحت الحته دي تسد دي. حلو، تمام والكتانه بتاعتها اي ماشي رقم غير الزيرو، خلي بالك. حلو، واجي تمام هنا بقى اوكي الماتيريال، خلي بالك اللي انا بعمله ده كده كله بامتحانات زياده. واجي هنا اساين وشو اهي، تحت واجي كده اخلي دي كده طيب، واجي هنا ادي اسود اسود ابيض خالص اهي، تمام واجي اوكي اخليها مش عايز واجي هنا اديلها درايف ريفليكشن اهي، واللمعه بتاعته ماشي نخليها بوينت 1 او مطفي زي ما انت. ده كده لما يكون في انفايرمنت. بص انا هروح اعمل ريندر، مش عارف انت عامله ايه، هنا تيست ريندر ولا الريندر انا مظبطه، تيست؟ صح؟ جيت بقى بعمل بعملها تيست، مش عاملاه اللي هو اللي اوكي هرندر بيه في الاخر لسه. طيب ماشي، هاجي كده واروح جاي اعمل ريندر. حلو، لو انت عندك انفايرمنت يا فنان هتلاقي ان هو ظهر لك المعكوس الناحيه الثانيه، فاهمني؟ لو في سما هتلاقي سما، لو في ارض، لو في حاجه حاططها قدامك هتلاقي ان هو عكسها. طب انا حطيتها ده وما بيجي عكسهاش. من اتش دي ار اي بس. لا، هو انت بدل ما تعمل انفايرمنت، يعني بدل ما تحط صوره وبدل ما تحط كتله وتعكس لك كذا، انت بتريح دماغك، منها تديني اضاءه وفي نفس الوقت منها تعكس لي الناحيه الثانيه. انت معايا يا رب؟ مع حضرتك دي بص الشمس، بص هنا عامله ازاي؟ عكس المبنى. اوكي واخد بالك؟ يعني وكل انا حاجه انقي صورة موجوده يكون انها فيها اللايت كويس، وبعد كده تحط وهو هيعكس الإضاءة دي على الإزاز لوحده. تمام من نفسها يعني. تمام ماشي خلاص. طيب بسمه، احفظ لك ده يا بسمه. خلاص يا دكتور. طب انا بس عايزة أسأل سؤال، بس عليك. هو ايه السبب اللي خلى عندي لما وانا بعمل الاوربت ما كانش راضي والله بس هو يوريهم؟ هل لي ماسكة معينة؟ طيب انا مش ممكن، لا عارفة. لا ولا اي حاجه غير ان انت ممكن يكون الفايل تقيل، ممكن تكون عدد السيجمنتس فيها كتير وهكذا، لا اكثر. طب لما تحصل معايا حاجة زي كده، ايه المفروض ان انا اعمله علشان خاطر الموضوع ده يظبط؟ رايح الجهاز، ما طالما هي انت دوستي وما هو الظاهر، انت الاول بتبداي ان انت تقفلي الماكس تفتحيه، مش ظاهر ابتدي اشوف بقى الخطوه اللي وفكرة بعدها. ما ريحت الجهاز يوم كامل حرفيا. ما هي يا اما مسمعتش الفيرتكس، حضرتك يا دكتور صبي قطع. بقول لك هو انت الصوت يا جماعه بتاعي بيقطع برضك؟ كده دلوقتي صوت تمام. قطع. دلوقتي كويس. طيب فهي الفكره كلها هتبقى في مين؟ هتبقى في عندك في تقل الفايل. وفرت في سيجمنتس، وفرت في البروكسي، هتقفلي تعملي فايل امبورت مرج الملف جديد، خد بالك؟ وشوف الجهاز تمام بتاعك هل هو فيه كارت شاشه ولا لا؟ قولي لي. خلاص تمام. يعني ممكن لما لقيه يعني بيبتدى يعمل كده اوديه على فايل تاني جديد. لا، ما انت مش على طول، شوفي بقى ايه المشاكل اللي فيها وتعملي زي ما انا قلت لك كده. خلاص يا دكتور عندي سؤال. قولي. السيراميك اللي هو المحوط المبنى اللي هو اللي طالع لفوق ده، مش عارف اسمه ايه الصراحة، بس هنشوفه دلوقتي. تمام، في منه رخام ابيض. انا لما اجي اعمل ريندر مش عايزاهم يتعكسوا على بعض، مش عايزه الاسود اللي هو اللي باين فيه المبنى اللي معاكس عليه كله. تمام، يعني زي الصوره دي، شايف حضرتك في اسود باين فيه الريفلكشن، واسود تاني كانه مطفي خالص. لا ده حاجة درجة اللايت، لكن الحتة دي فيها لايت، مش احنا اتفقنا طب على ما هو حسب اللايت اللايت. جاي من نفس الجهه كله، لا ليه في حاجات فيها ريفلكشن وحاجات لا؟ هو اللايت ده، فاكر لما جينا حطينا في الريفليكشن صورة وقلت لك عشان الأماكن بتاعته اللي هي على حسب درجة اللون. أو طيب تمام على حسب المكان اللي فيه إضاءة وجاي له من إضاءة بيعكس.
هنا في انعكاس وهنا في انعكاس، اهو ما بيعكس الاخضر بس الانعكاس ده غير ده عشان درجة اللايت مختلفة. اكتر صوت بيقطع ايه هاتي معنى يا ولد، دكتور؟ حد يا ولد كده سمعني؟ تمام. طب في حد سمع اللي انا قلته؟ طيب ما سمعتش اخر حاجه، ما سمعتش اخر انا بقول شويه. لك على حسب الصورة اللي انت بتحطيها وعلى حسب درجة الريفلكشن بتاعتك. طيب تمام ماشي. بص انا راح اجيب كاميرا ان شاء الله، حتى كاميرا من اللي موجوده هنا ممكن اخدها هنا كوبي مثلا، بس انت بتحطيها عندك هنا في نص المكان بالظبط شايفه، واجي اخلي التارجت بتاعها اتحرك بيه موف. انت سامعني ولا؟ يا دكتور. تمام تمام يا دكتور. دكتور. واجي ابص هنا بعين الكاميرا، وبعد كده امسك الكاميرا نفسها ابتدي اظبط الفوكس ده. ليه الفوكس ده؟ اللي هي الايه الزوم فاكتور مثلا، عايز اعمل زوم اوت ارجع كده اظبط الرؤيه بتاعت الانالز. دي حاجه. تمام. الحاجه الثانيه بروح جاي طالع هنا من ريندرنج ريندر سيت. هتلاقي في عندك هنا من جوه الفي راي في الاخر خالص، هتلاقي في عندك هنا كاميرا. باجي اختار من جوه الكاميرا هنا، اختارها هنا ايه؟ سفيريكال سبيريكال. سفيريكال. والاوفر رايد فيو دي بدل 45 اخليها هنا 360. تمام. فانت لما تيجي ترندري الكادر ده خلاص، وهاجي اعمل هنا كده ريندر، طبعا خلي بالك الدايمنشنز او الصوره بتاعتك اللي هي في جوه الكومن المفروض انها تكون ايه؟ يعني مثلا ونفترض ان هي 800 مثلا، دي 800 دي بقى دي 1600 دبل بتاعت واحد اثنين. يعني خلي دي كده مثلا 1100 او العكس، تمام؟ يعني المفروض ان هم يكونوا ايه؟ واحد قصاد اثنين. يعني ممكن اخلي دي كده هنا 1200. شايفه؟ انا بتكلم على الكادر بتاعي. شايفه؟ هاي دكتور. ثم هاجي اعمل هنا رن. طب هتاخد وقت زي ما تاخد، المفروض ان انت عندك هنا كده هروح اجيب برنامج بيعرض او بيشوف الكلام ده. يعني 360 درجة اهي فيور مثلا، في كذا ويب سايت بتنزلها او على الفيسبوك يقرا الكلام ده اوتوماتيك، ممكن اونلاين ممكن نخش على ده اشوف الصوره ترندرت ولا لا. ازود من هنا الاكسبوجر عشان نشوف بس اهي، شايف الصوره طالعه ازاي؟ شكلها حلو. بس مش هي دي الصورة اللي انت دي الصورة اللي هتخش على البرنامج عشان تقدر انت هخش على تتحركوا البرنامج جواه. وخلي خد بالك تقدري بقى تتحرك يمين شمال فوق تحت زي ما انت عايز 360 درجة، يعني اظبط اعدادها على ال 3D Max وبعدين ادخلها على بعد كده برنامج تخرجيها كصورة. الأول تخرجيها اخرجها كصورة. كصورة. فايل. طب الصورة احفظها كايه؟ طيب زي ما احنا اتفقنا تي اي اف او زي ما انت عايزها. اتفقنا تي اي اف و16 بيت كلر لو انت فاكره. قلت هنا تي اي اف مثلا. سيف على الديسك توب 16 بيت كلر عشان الالوان. واجي افتح بقى البرنامج نفسه واجي هنا ابلود الايمج. الايمج اللي انت صورت فيها فين؟ اهي. اصبر عليها شويه اهي. طب ومن على البرنامج ده اقدر اسيبها تاني علشان على حسب بقى انزلها على اي حاجة؟ ممكن تنزلي برنامج، ممكن بقى تنزلي يعني ممكن تعملي داونلود للبرنامج نفسه، وممكن تبعتيها لحد يشوفها على البرنامج ده منه، على حسب بقى البرنامج اللي انت بتطلعيه. تمام اوكي. يا دكتور وجوجل في شكرا. فيو عليه في كذا في كذا حاجه يعني، وفي عندك على جوجل بلاي بتنزلي اللي هي البانوراما فيور مثلا. تمام ايه تاني يا ولاد؟ شكرا يا دكتور. العفو عليه، ولو احتجتوا اي حاجه في اي وقت قولوا لي طبعا.